النهارده علشان نمشي السفاره الاسرائيليه دي من مصر خالص، ومش عايزين اي علاقات اسرائيليه مع العرب كلهم مش مع مصر بس. الجيش واقف هنا علشان يحمي اسرائيل، علشان معاهده السلام، بس الشعب مش هيسكت. الشعب خلاص، جيش مش جيش، لازم احنا نمشي السفاره من هنا خلاص، مفيش تفاهم. مصر وفلسطين شعب واحد، مش هنقول دي ثوره 25 ودي ثوره فلسطين، لا دي ثوره واحده. بالنسبة لأحداث السفارة بقى، يعني طبعا دي كانت أحداث يعني ما تتوصفش. الداخلية رجعت تاني أقوى من الأول. طبعا التعامل كان غاز، طبعا كمية ذخيرة ضربت في اليوم ده لا حصر لها، 4 ماتوا قدام عيني. بس بعد لما أخدنا العساكر بتوع الساقة وأخدنا على جنب وطحنونا، أخدونا كده قالوا الامن الدوله باللفظ خدوهم اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه. هي مشكله ان احنا نزلنا وقلنا الجيش والشعب ايد واحده، لان دي لبستنا في الحيط، خلتنا عملنا منهم حماه للثوره، وهم مش كده، احنا اللي حامينا ثورتنا بايدينا، هم ما عملوش حاجه. يعني اسال سؤال واحد، المظاهره دي لو كانت في اسرائيل قدام السفاره المصريه، كان الجيش الاسرائيلي هيعمل كده في شعبه؟